زار رئيس المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء الشيخ منصور الحنق وعدد من قيادات المجلس جبهة صرواح بمحافظة مأرب للإطلاع على سير المعارك هناك، وكان في استقباله حشد كبير من أبناء قبيلة خولان المرابطين في جبهات القتال الذين عبروا عن شكرهم للزيارة وأكدوا صمودهم في جبهات القتال واستعدادهم للمضي نحو استكمال تحرير الوطن من الميليشيات الإنقلابية. ونقول من هنا من الصرح الشامخ ومن محافظة مأرب العريقة التاريخ والحضارة والشموخ كما قال أسلافنا وأجدادنا، نحن أولو قوة وأولو باط شديد، والأمر إلى قيادتنا السياسية لإصدار توجيهاتها العليا بأن نتقدم وننهي هذا النزيف الدموي الذي يقومون به هذه الشرذمة والعصابة. وأكد الشيخ الحنق أن الخيارات أمام الإنقلابيين محدودة، وأنهم أمام خيار الإذعان للقرارات الدولية التي تقضي بتسليم السلاح والانسحاب من المدن وإعادة مقدرات الدولة التي نهبوها أو الهزيمة المحققة تحت ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين أصبحوا على أبواب العاصمة صنعاء. وعليهم أن يعلموا ويفهموا أنهم أمام خيارين، إما أن نحسمها عسكريا ولن نتوقف، أو تحسم عبر الصلح، وهم أمام خيارين يعني إحداهما أمر. وتخلل الزيارة عدد من الكلمات والزوامل والقصائد الشعرية التي أظهرت حماس قبائل خولان ومعنوياتها العالية وجهوزيتها القتالية التي أكدتها تضحياتهم في جبهات القتال وإسهامهم في تحرير العديد من المناطق التي حررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أيدي الميليشيات في الفترة الماضية. أهدافنا واضحة، لا حد يهددنا، وصاحب الحق عمره ما تحول بوك، حتى لو الظلم بحباله يقيدنا محال نقادله مثل البقر والنوك، مهما حصل لن نفرط في عقايدنا، والشخص اللي ما قد فهم قصدي يقول برقوك. وجاءت الزيارة متواكبة مع تقديم قافلة غذائية من أبناء قبيلة خولان لجبهات القتال في مديرية صرواح، تعبيرا عن دعمهم للجبهات وبذلهم للمال بعد أن بذلوا النفس وقدموا العديد من الشهداء في مختلف جبهات القتال.